الست دي عملت ايه يا جماعة؟ الست دي خدت مطهرات الدنيا والآخرة اوفر. حلقة النهاردة مع عيانتي اللطيفة جدا اللي انا سميتها مدام نظيفة. جت بتشتكي من ايه؟ اضطرابات رهيبة في جهاز الهضم، مفيش لقمة بتريح، امساك واسهال وانتفاخات وكركبة، وزاد عليها كمان حساسية رهيبة في صدرها وفي الجيوب الانفية. اللفت نظري في قصتها انها قالت انها عمرها ما كانت كده، هي كانت زي الفل لغاية من 3 سنين بس. ايه اللي حصل من 3 سنين يا ترى يا هل ترى؟ انا اقول لكم، كورونا. سألتها ايه حكايتك مع كورونا واخبار الكورونا معاك؟ يا ريت يا خبر ابيض، انا خدتها 3 4 مرات ومشيت على البروتوكول ده يجي 20 مرة، مع اني كنت باخد بالي قوي وكنت حريصة جدا. ازاي كنت حريصة ازاي؟ قالت لي لا 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 لا، انت ما تعرفينيش، ده انا مسميني وزيرة الصحة من كتر ما انا ماشية بالمعقمات وماشية بالمطهرات، وما كانش في فتلة تخش بيتنا غير لما تتعقم كويس جدا بالديتول يقتل 99% من الجراثيم. ومن ساعتها الكورونا دي بهدلتني جهازي الهضمي، وزاد عليها كمان مشاعر عمري ما كنت بعاني منها، قلق وخوف وبانيك ووسوسة، في حاجة مش مظبوطة من ال3 سنين دول. قبل كده ما كانش عندي حاجة خالص. الست دي عملت ايه يا جماعة؟ الست دي خدت مطهرات الدنيا والآخرة اوفر بطريقة غلط. انا عارفة انها مش غلطانة وده اللي كان بيتروج ليه للإعلام، بس احنا يا ربنا ادينا مخ بقى نستفيد من دروس الماضي. مفيش حاجة اسمها يقتل 99% من الجراثيم، الجراثيم دي حاجة كويسة، الجراثيم دي اللي احنا متصلين بيها وبيننا وبين الطبيعة، اللي بتخلينا عندنا بكتيريا كويسة بتخلي عندنا مناعة. انما اللي حصل انه الاقوام اللي جوه دول مايكروبيوم، الطيب والشرير زي ما شرحت لكم 1000 مرة، البالانس راح خالص خالص، يأثروا عليها وعلى مودها وعلى الوسوسة والخوف، جهازها المناعي، فتاخد الدور ورا الدور ورا الدور. وطبعا طبعا يعني مش هتكلم على كمية البلابيع اللي الدنيا كلها، مش هقول مصر، خدتها بلا داعي، وعلى شرايط الزيستروماكس والأزيستروميسين والكلام، يعني جرائم جرائم هندفع ثمنها كتير قدام الانتيبيوتكس الكتيرة. هي اصلا كورونا فيروس مش مكانتش محتاجة مضاد حيوي مبدئيا يعني، بس كلنا خدنا البروتوكول، مش هنتمنظر على بعض. انما الست دي الانتيبيوتكس الكتيره، المطهرات الكتيره، الاوفر اوفر انعزال، كانت قافله على نفسها، قالت لي سنتين قاعدين في البيت ما بنشوفش حد، سنتين ما حدش بيدخل ما حدش بيخرج ما بنشوفش حد. البيئه الداخليه بتاعتها اللي هي 90% من وظائف جسمها مش جيناتها، الميتابوليك افكت بتاع الميكروبيوم راح في داهيه. وعشان كده اخبار جهاز الهضم ايه؟ دمر تماما. اخبار قدرتها على امتصاص المواد الغذائيه اقل بكتير، فعندها سوء تغذيه. اخبار مزاجها ايه؟ اكتئاب ووسوسه وقلق وصداع ما بيروحش، واضطرابات رهيبه في النوم. اخبار الحساسيات ايه؟ كيمياء عماله تاخدها، تستنشق وفشاشات وحاجات زي كده، حساسيه في صدرها وحساسيه في مناخيرها، كل ده علشان الميكروبيوم. وخطة إصلاح هذه السيدة ما كانتش في أدوية الجهاز الهضمي، يلا نرجع لك تاني الميكروبيوم، البيئة الداخلية بتاعت جسمك اللي بتوزن الأمور. بدأنا نصلح لها أكلها شوية شوية، نديها لو في عندها بالتحاليل معينة بكتيريا ضارة نبدأ نتخلص منها، نبدأ نزود حاجة اسمها بري بيوتيك، يعني الأكل اللي بيعيش عليه الناس الطيبة في البكتيريا الجود باكس أو البكتيريا الأمورة، ونبدأ كمان نحط حاجة اسمها بروبيوتيك. كده ولا كده لعبنا كل الألعاب لغاية ما نعمل لها حاجة اسمها بروتوكول إصلاح الأمعاء وإصلاح الميكروبيوم، وسنة سنة اتفاجئت بحاجات كتير جدا بتتصلح، مش بس جهازها الهضمي، لا توترها، الصداع، الإرهاق اللي على طول موجود، الفزع والوسوسة من المرض، النوم، الحساسية، الوزن اللي كان مش بيستجيب خالص لبرامج التغذية العادية. اعمل دايت زي ما اعملش. عشان كده عايزة اقول لمدام نظيفة والكل مدام نظيفة بالعقل، البكتيريا حاجة مفيدة، الاتصال بالطبيعة حاجة مفيدة، مش لازم كل حاجة تبقى 100% على الشعرة والقطنة ما بتكدبش، لا، شوية بكتيريا كده مش هتضر، هتعيد لنا التوازن بتاع الميكروبيوم، وهتحمينا من امراض مناعيه وانفكشن او التهابات وعدوى بكتيريه وفيروسيه كتير جدا. اشوفكم في حدوته جديده من كوبايه شاي.